منهم لله، منهم لله. يا عم جلال تموت معذور، انا عايش لكن مكسور. من القهراب بموت وحيد، يوماتي في 600 ناحية بلف وادور، وحلمي الحق يمحي الزور. اعود يا فن عشيا مقهور، ورحت وراحت الضحكة، ورجعت عتمت السكة خسارة النور. يا عمي جلال أمان عليك، ما توحشنيش وراك، ماشي في طريق اللي يروح ما يجيش قريب، هتلاقيني معاك عليا. يا عمي جلال هتلاقيني معاك عليا الدور. يا موج البحر ما تغنيش، ده ابويا اللي ما خلفنيش، وضحكني في عز الهم كلامه، خلى جرحي لم وقاد النور. يا قلبي استنى ما تبكيش، يموت لكن كلامه يعيش، كتابه لسه في ايديا، وصورة الضحكة في عينيا. يا عم جلال يا ضحكة قلب خسرتها، بلان خلاص وكلمة حق بتفتح عيون الناس، ليوم ورا يوم بتتبل بينا أحلى زهور. يا عم جلال أمان عليك، ما توحشنيش وراك، ماشي في طريق اللي يروح ما يجيش قريب، هتلاقيني معاك عليا. احنا دلوقتي احنا بنشتغل حسب ما الاداره ما بتقول لي اصرف تذكره بخمسه صاغ، بصرف تذكره بخمسه صاغ، تقول لي اصرف تذكره بعشره صاغ، بصرف تذكره بعشره صاغ. عطشاني تذكره بخمسين قرش، انا الخمسين قرش دي انا مش طابعها في بيتنا ولا جايبها من الشارع، الاداره هي اللي مسلماني التذكره ديت وبشتغل بيها، تمام. ومسافات بقالي ثلاث ايام بشتغل بيها مسافات بناء على تعليماتهم هم، انا ما بجيبش الكلام ده من عندي، انا راجل بشتغل وبقعد 30 سنه خدمه و40 سنه خدمه وكده، باخد مكافاه نهايه الخدمه يا جماعه 8200 جنيه، وبقالنا اكتر من سنتين بنطالبوا المطالب دي مطالب سلميه في ورقه وقلم، وبعتين الكلام ده للاداره. من ضمن المطالب اللي احنا كنا موقفين عليها ومن ضمن الاعتصام، احنا اول حاجه احنا من الناس، بس احنا عايزين نبين للناس ان احنا تعبانين. لما جينا طلبنا من الاداره احنا ما احتكناش باي شيء في الاداره، اللي احنا عايزين نقبض قبض كريم، ما اتكلمناش على تذكره انها من نص جنيه، طلبنا شرطه، طلبنا تثبيت العماله. احنا لما جينا اشتغلنا هنا كنا بنثبته بعد 6 شهور، دلوقتي في ناس بقى لها سنه وسنه ونص ما اتثبتتش.
ان كنا فكرنا ان احنا نرفع سعر التذكره ده بناء على ان توجيهات الاداره في سؤالنا ليها عايزين نعمل تعديل او عايزين نوسع المرفأ بتاعنا يوصل لمكان زي منطقه سيدي بيشا او منطقه المنظره او منطقه زي العوايد، مفيش اي جندي واحد مصري موجود جوه الخزنه يفتح باب الخزنه يقول لك الخزنه ما فيهاش. احنا عشان نطالب ان احنا نقدر نحسن من مستوى الهيئه ونوصل الراكب السكندري يوصل لشغله ويوصل للمرفأ بتاعه او لوظيفته وهو مرتاح، لازم العربيه بتاعتي تكون في اكمل صيانه ليها وفي اكمل وجه، ويكون شغل السكه هنا سريع تام عشان الراكب يقف على المحطه يوجد الترام قدام منه. كريم فين يا لحوده؟ صوت فين؟ كريم ده اكتر واحد بيتزاق. يا جابو يا جابو Thank you.